طب واستشاري في التغذية العلاجية. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذا الأسبوع الماضي كنا تحدثنا عن التهاب المفاصل، كان فيه تفاعل كبير، ربما لأنه موضوع عميق جدا ومتشعب ارتأينا أن نربطه أيضا بعلاقته بالجهاز الهضمي ومدى يعني تأثير الجهاز الهضمي على التهاب المفاصل. ربما تذكير التهاب المفاصل أو التهابات المفاصل المزمنة، هل يمكن تعريف هذا الداء وأيضا أنواعه؟ نعم، جميل جدا. كما ذكرنا من قبل، هناك أنواع متعددة من التهابات المفاصل، والتشخيص النهائي يكون يعني يتم بعد الكشف الطبي وتحاليل أيضا معينة، تحاليل دم بعد التشخيص. نعم، لأن لتفرقة هذه الأنواع. كما ذكرنا، التهابات المفاصل هو يكون مسحوب بانتفاخ في التورم أو انتفاخ في المفصل وآلام في المفصل، وأيضا يكون هناك إحمرار وارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع في درجة حرارة المفصل نفسه. نعم. وهناك بعض الأنواع أيضا تكون مرتبطة بعدوى بكتيرية أو عدوى فيروسية، وهذا مهم جدا تشخيص هذه يعني هذه الالتهابات، نقول infectious arthritis أو يعني التهاب مفصل ناتج عن عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية. هناك parvovirus، يعني نوع من أنواع الفيروسات قد يعني يعدي أو ينتقل إلى وكيف يكون انتقال هذا الفيروس؟ يكون انتقال هذا الفيروس يعني كثير جدا تكون هي عدوى فيروسية عادية، وهناك أيضا يعني بعض الأمراض مثل لايمز ديزيز. لايمز ديزيز هذا أو مرض لايم ينتقل عن طريق بعض الحشرات، القراد أو بعض أنواع الحشرات التي تلتصق بالجلد. نعم. ثم تنتقل هذه العدوى البكتيرية، هي بكتيريا حلزونية أو لولبية الشكل، لها أنواع متعددة. هناك بعض هذه الأنواع يعني ثلاثة أنواع مشهورة جدا تسبب هذا المرض، ومن ضمن مشاكل هذا المرض أن ينتج عنه التهاب في المفاصل، وهذا يجب أن يشخص بطبيب مختص، لأن إصابات أو التهابات المفاصل الناتجة عن العدوى يجب العدوى البكتيرية بالذات يجب معالجتها بمضاد حيوي للقضاء على هذه البكتيريا. وأكيد لا يجب الاستهزاء بأي إصابة ربما. لا يجب الاستهزاء بأي إصابة، وأيضا يجب خاصة الأناس الذين عندهم حيوانات أليفة مثل القطط أو الكلاب أو ما إلى ذلك. أحيانا يعني إذا لم يكن هناك كشف دوري من قبل الطبيب البيطري المختص للتأكد أن هذه الحيوانات، فرو أو جلد الحيوان، خالي من هذه الأمراض التي تنقل العدوى أو هذه الحشرات التي تنقل العدوى. هذا مهم جدا، لأنه قد تنتقل بعض العدوى عن طريق هذه الحيوانات. فعلا قلت لابد من استشارة طبيب ولابد من العلاج من خلال المضادات الحيوية. ربما الكثير يلجأ إلى العلاج الطبيعي أو إلى المواد الطبيعية الموجودة في البيت ويضم ماذا ويغلق الجرح. وهل أكيد هذه المواد الطبيعية أو الأعشاب قد تضر وتعقد من الحالة؟ إذا ما كانت هناك عدوى بكتيرية، نعم هذه العلاجات لا تنفع، يعني قد تسكن الألم بعض الشيء، لكن منشأ المرض أو منشأ الوجع لا يزال موجود، وخاصة في يعني كما ذكرت لايمز ديزيز أو متلازمة لايم. هذه خطيرة جدا، لأن أحيانا القراد أو هذه الحشرة تلتصق بالجلد لمدة 24 ساعة 36 ساعة بدون أي أعراض، ثم تنتقل هذه البكتيريا للدم، ثم تبدأ المشاكل
فيما بعد وفي يعني مرحلة لاحقة من المرض، إذا لم يعالج هذا المرض مباشرة يؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا. من ضمن هذه المشاكل ليس فقط التهاب المفاصل، لكن أيضا تلف الأعصاب والضمور في العضلات، قد يؤدي إلى فقدان الحركة أو يعني ضعف هزال نعم. كبير في العضلات وما إلى ذلك. فأنا أقول أن يعني إذا ما كان هناك شك أن هناك عدوى يجب استشارة الطبيب يعني في أقرب وقت ممكن للتأكد من أن ليس هناك يعني أي عدوى. هناك عدوات يعني عدوى فيروسية كما قلت بارفو فيروس، هذا أحيانا هناك نوع من أنواع التهابات المفاصل ينتج عن العدوى بهذا الفيروس، يعني يستمر لمدة 6 أسابيع وينتهي. لكن مهم أيضا تحديد أن هذا ناتج عن عدوى فيروسية لتقوية الجهاز المناعي وما إلى ذلك. لكن أغلب أنا أشير إلى ذلك لأن يعني مع أن هذا النوع من التهابات المفاصل ليس منتشر جدا لكنه موجود. جيد. لكن أغلب التهابات المفاصل تأتي عن يعني هناك يعني نوعان أساسيان أو two categories كما نقول. النوع الأول هو inflammatory arthritis، التهابات المفاصل الناتجة عن يعني التهاب المفاصل الروماتيزمي أو الروماتويدي، انكلوزنج سبوندلايتس، وهذا التصاق، يكون التصاق في الفقرات، يعني يكون هناك التهاب في العمود الفقري مما يؤدي إلى الالتصاق وانحناء هذا العمود الفقري. ممكن يكون ناتج أيضا عن أمراض مناعية مثل شروغرنز ديزيز أو لوبس الذئبة الحمراء أو بعض الأمراض المناعية التي قد تؤدي إلى التهاب في المفاصل فيما بعد ذلك. وهناك أيضا النوع الآخر اللي هو ما نقول عليه degenerative arthritis، التهابات المفاصل الناتجة عن إصابات مباشرة وتآكل في الغضروف. تآكل في يعني الغضروف المبطن للمفصل ذاته الناتج عن هذه الإصابات المباشرة. ربما سؤال يدخل في نفس السياق، يعني في الغضروف ونقص مادة الزيت ربما فيها، يقول لك سيد اسمه يعني مش باين، يقول لك ما هو العلاج لالتهاب المفاصل وخاصة الركبة بعد فقدان المادة الزيتية الموجودة في الركبة؟ نعم. أكيد ربما النصائح الغذائية ستكون بعد قليل، لكن نعم. هكذا يعني كما قلنا الركبة هي نوع من أنواع المفاصل. نعم. ما يشار إليه بالمفاصل ذات الغشاء أو الغشاء الزلالي synovial joints، وهذا synovial membrane الغشاء الزلالي من ضمن وظائفه أنه ينتج هذا السائل الزلالي لتليين الركبة. نعم. لتليين الركبة، وهذا طبيعي مثل محركات مثل أي جسمين مع صحيح. بعض صحيح، لكن أحيانا كثيرة جدا يعني هناك بعض المشاكل التي قد تؤدي إلى نقص في إفراز هذا أو تجديد هذا السائل الزلالي، من ضمنها يعني قلة الحركة أو التهاب ناتج في هذا الغشاء المبطن للمفصل. وأيضا يعني يجب أيضا أن نعرف أن هذا الغشاء يعني هذه المادة تأتي عن طريق ترشح الدم، فإذا ما كان هناك مشاكل يعني نقص معين في مواد معينة في الدم، نقص في الأكسجين أو فقر في الحديد أو بعض العناصر الغذائية الأساسية، تكون الكواليتي أو كفاءة هذا السائل تقل، كفاءة هذا السائل تقل يعني تكون لزوجته يعني تزداد، إذا ما زادت لزوجة هذا السائل تكون وظيفته يعني يقل الأداء الوظيفي لهذا السائل. وكيف يمكن تعويض ربما هذا السائل أو؟ الحركة هي الأساس. نعم. الحركة، حركة المفصل هي الأساس، ويعني أنا ذكرت من قبل أن الحركة البسيطة فيها فوائد كبيرة جدا، يعني ما نشير إليه ب range of motion exercise. range of motion exercises هي الحركات التي يعني تساعد على
يعني أن يتحرك المفصل في النطاق المتاح له. يعني إذا ما كان مفصل الكوع مثلا هذا نطاقه يعني يحرك هكذا، مفصل الركبة القدم هكذا، الركبة هكذا، يعني حركات خفيفة جدا لتشجيع هذا الغشاء الزلالي على إفراز هذا الزيت كما أشار الأخ العزيز، أو ما نقول عليه السينوفيال فلويد. السينوفيال فلويد اللي هو السائل الزلالي، وهذا السائل الزلالي مهم جدا لسلامة التليين وسلامة الحركة. جيد. إذا دكتور، ربما تحدثنا عن التهابات المفاصل، ماذا عن اضطراب الجهاز الهضمي بحد ذاته؟ يعني جميل، كيف يحدث اضطراب الجهاز الهضمي؟ هذا سؤال مهم جدا، ويعني نحن من قبل هذه أبحاث تعتبر جديدة جدا في السنوات الأخيرة، يعني اكتشفنا أنه هناك علاقة وطيدة جدا بسلامة الجهاز الهضمي والالتهابات المختلفة بما فيها التهابات المفاصل. هناك نوع من هذه الاضطرابات ما يشار إليه بالارتشاح الأمعاء أو تسرب الأمعاء، يعني هايبر بيرميابيليتي، أو يعني هناك جدار مبطن للجهاز الهضمي، وهذا يعني الجدار المبطن يتكون من خلايا من الإبيثيليال سيلز، نوع معين من الخلايا. هذه الخلايا تكون ملتصقة ببعضها البعض من خلال يعني بحيث أن هذا الالتصاق يشكل يعني ربما نشير إليه بأنه بوابات تسمح بخروج الغذاء المهضوم من الأمعاء الدقيقة إلى الدم حتى يستفيد منه الجسم. نعم. وفقط يعني تسمح هذه البوابات المكونة من الخلايا الملتصقة ببعضها بخروج الطعام المهضوم فقط. نعم. فإذا أحيانا إذا ما يعني حدث خلل في سلامة هذا الجدار المبطن للمعدة، تصبح هناك بعض الثقوب أو تزداد المسافة بين الخلايا المبطنة لهذا الجدار، يعني الكونجنكشن أو هذا الالتصاق لا يكون التصاق جيد جدا، فيحدث بعض التسرب. فإذا ما تسرب بعض الطعام غير المهضوم، جزيئات كبيرة من الطعام غير المهضومة فيها بروتينات مثلا، أو أحيانا تتسرب بعض البكتيريا، يعني الغشاء المغلف للبكتيريا المكون من البروتينات، هذا يؤدي إلى يعني تنشيط الجهاز المناعي، ومما يؤدي إلى هجوم هذه الجزيئات غير المهضومة من الطعام أو البكتيريا الموجودة يعني التي خرجت إلى الدم، وهذا الالتهاب ينتقل تدريجيا إلى المفاصل ويسبب مشاكل كبيرة. جيد. في الجسم كله بما فيها المفاصل. ربما من أجل شرح الموضوع أكثر، سؤال دكتور، هل حين نقول مثلا عندي جرح في الكولون هذا يعتبر من بين البوابات هذه؟ يعني هل يمكن تسمية الأمراض التي لها علاقة بالجهاز الهضمي أو الاضطراب في اضطرابات الجهاز الهضمي؟ نعم، هناك أمراض عديدة جدا من ضمنها مثلا كرونز ديزيز، يعني مرض كورون، أو أمراض أخرى مثل التقرحات، مرض القولون العصبي المزمن، أو هي متلازمة لأنها سيندروم، يعني متلازمة القولون العصبي أو متلازمة القولون المتقرح. نعم. Ulcerative colitis. هذه كلها أمراض إذا لم تعالج قد تؤدي إلى ارتشاح في الأمعاء، لكن أيضا هناك من ضمن مسببات هذا الارتشاح هو الأطعمة المهيجة لجدار المعدة، أو الأطعمة التي يكون للشخص عنده حساسية أو عدم تحمل لهذه الأطعمة. إذا ما أكل يعني هذا الشخص هذه الأطعمة دون أن ينتبه أنه عنده حساسية لهذه الأطعمة، تسبب هذه الأطعمة
هذا الالتهاب في جدار المعدة، وبالتالي تسبب إلى تسرب الأطعمة غير المهضومة هضم كامل. لأنه يعني أنا لما أهضم بروتين مثلا، لا يجب أن يدخل البروتين من الأمعاء الدقيقة التي تهضم الطعام إلى الدم دون أن يكون قد يعني هضم بشكل متكامل إلى أحماض أمينية. نعم. أنا لا يجب أن يذهب إلى الدم بروتينات، يجب أن يذهب إلى الدم أحماض أمينية مهضومة. نعم. كامل. لكن أحيانا إذا ما على سبيل المثال إذا ما كان يعني بعض الأشخاص يكون عندهم حساسية للجلوتين أو الجلايدين الموجود في القمح. نعم. على سبيل المثال، وهذا بروتين صعب الهضم جدا، يعني الحمد لله أغلب الناس يستطيع هضم هذا البروتين، لكن إذا ما كان هناك أشخاص عندهم حساسية لهذا البروتين جلوتين، هذا البروتين يعني إذا ما يعني لم يهضم هضم متكامل يسبب التهاب في جدار المعدة، وهذا الالتهاب يسبب إلى ارتشاح الأمعاء. نعم. مما يؤدي إلى هذه المشاكل التي ذكرناها، لأن يعني هذا البروتين إذا ما دخل إلى الدم مباشرة أغلب الجهاز المناعي، قد يجهل كثير من الناس أن أغلب الجهاز المناعي 70% من الجهاز المناعي موجود مباشرة عند يعني حول المعدة. لماذا؟ لأن المعدة بيت الداء، فإذا ما دخلت بكتيريا أو عدوى أو أطعمة سامة يسهل مهاجمتها ومحاصرتها تماما. نعم. لكن أحيانا إذا ما تكرر أن الشخص يأكل بعض الأطعمة، هناك أشخاص عندهم حساسية ضد الألبان الكيسين. نعم. نوع البروتين الموجود في الألبان أو البيض أو بعض الأسماك القشرية مثل الجمبري مثلا. نعم. على سبيل المثال، أو بعض المكسرات مثل الفول السوداني أو الكاوكاو. نعم. هناك أناس كثيرين عندهم مشاكل من هذا الأمر. جافة. نعم. أو بعض يعني النباتات، حتى ما يشار إليها أنها نباتات الظل. نباتات الظل مثل الطماطم على سبيل المثال، والباذنجان، والبطاطس البيضاء. يعني أنا لا أقول أن كل الناس عندهم هذه الاضطرابات، لكن دكتور، نقطة جد مهمة أشرت إليها، أنه فيه بعض الأشخاص هناك قائمة من المواد الغذائية تضرهم. نعم. كيف يمكن التعرف على هذه المواد؟ هل يمكن نعم. من خلال ربما تحليلات من أجل تفادي تعقيدات صحية مستقبلا، أم نعم. هي بالتجربة إذا نعم. شاف أنه مثلا أي مادة تناولها تسبب له ألم فيوقفها بشكل مباشر؟ نعم. أو لأنه معروف أنه ندرك أنه هذاك المادة أو الشيء ربما هو سبب علتنا لكن نستمر في تناوله. صحيح. كيف يمكن أن نتعامل مع حالات هكذا؟ صحيح. هو طبعا هناك بعض الفحوصات الطبية التي تساعدنا على اكتشاف حساسية أجسادنا، حساسية الطعام. نعم. يعني حساسية أجسامنا ضد الطعام. نعم. لكن أنت كما ذكرتي أحيانا كثيرة جدا يكون الشخص طبيعي جدا، ليس عنده أي حساسية، لكن مع مرور الوقت قد يعني تتكون عنده حساسية ضد بعض الأطعمة التي لم يكن عنده أو عندها حساسية من قبل. فإذا ما لاحظ أنه إذا ما أكل يعني بعض الأطعمة طعام معين مثلا، كلما مثلا أكل جمبري مثلا أسماك قشرية، أو كلما أكل بيض حصل له مشاكل في الهضم. نعم. يعني انتفاخ وغازات. نعم. غازات وانتفاخ، أو حصل له إسهال أو إمساك. نعم. أو حصل له غثيان. غثيان. وأحيانا الناس يعني يحدث عندهم مشاكل أكبر مثل يعني الحك الجلدي أو احمرار في الجلد أو صعوبة في التنفس، هذه يعني مشاكل خطيرة جدا، يعني يجب الانتباه لها مباشرة. فينتبه إلى كلما أكل هذا الطعام حدثت له هذه المشاكل، يعني يلاحظ. فإذا ما ابتعد عن هذا الطعام لا تحدث له مشاكل، إذا أكله مرة أخرى. وأحيانا كثيرة جدا الكمية أيضا مهم. نعم. يعني إذا يعني أنا أقول أحيانا كثيرة أنه يعني السكر، قليل من السكر ليس مشكلة كبيرة، لكن كثير من السكر
قد يؤدي إلى مشاكل والتهابات عديدة جدا. لماذا السكر؟ لأن السكر للأسف الشديد يعني السكر موجود في أغلب الأطعمة التي نأكلها، وأحيانا نأكل هذه الأطعمة دون أن ننتبه إلى يعني أن فيها كمية سكر عالية جدا، مثل الخبز، مثل نعم. الأطعمة المحفوظة، نعم. مثل كل الأطعمة المحفوظة، نعم. مثل يعني كثير جدا من النشويات تتحول إلى سكر في الدم. نعم. فإذا ما يعني إذا ما أكلنا كمية معقولة من الخبز مثلا ليست هناك مشكلة، لكن إذا ما يعني كانت الكمية كبيرة جدا يعني ينتج عن هذا يعني مشاكل. لماذا؟ لأن يعني الجسم لا يستطيع أن يحتوي يعني كل هذه الكمية الكبيرة من السكريات. أيضا بعض يعني مثلا أنا ذكرت الجلوتين، أحيانا إذا ما أكلنا يعني كمية بسيطة من الجلوتين لا تحدث مشكلة كبيرة، لكن إذا ما أكلنا أطعمة يعني كثيرة ومتكررة فيها نعم هذا الجلوتين يؤدي إلى مشاكل. فأنا يعني أقول يعني ينتبه بالذات الأناس الذين عندهم مشاكل في المفاصل، نعم. كبار السن، ويعني الأناس يعني ذوو الأمراض المناعية المختلفة، نعم. مثل اللوبس أو ام اس مالتيبل سكلروسيس اللي هو التصلب العصبي المزمن، ينتبهوا إلى نوع الأطعمة التي يأكلونها. فإذا ما يعني كانت هناك بعض أنواع هذه الأطعمة تسبب زيادة أو تفاقم في هذه الأعراض، ينتبهوا لها ويحاولوا أن يبتعدوا عنها. كيف نعرف أبتعد عن هذا الطعام لمدة أسبوعين أو ثلاثة؟ الحمد لله ليست هناك مشاكل، ثم بعد أسبوعين أو ثلاثة مشاكل أكل هذا كمية بسيطة من الطعام ويعني أنتظر رد فعل جسمي. فإذا لم يكن هناك رد فعل خلاص ربما الحمد لله انتهت المشكلة. طبيعة الإنسان ربما نتحدث من خلال تجربة، يشوف مثلا أنه هذا الشيء راه يوجعه أو نعم. يسبب له ألم فيمتنع عنه كما قلت ربما شهر إلى غاية الشهر، يشوف أنه هو خلاص صحته أصبحت أحسن، نعم. فيعود يرجع له، لأنه مش لأنه توقف عن تناول هذه المادة لكن اعتقادا أنه هو قد شفي من هذه العلة، نعم. فيعود يتناول الأمر بد يدرك أنه هذه المادة تسبب له ألم، نعم. لكن للأسف ربما طبيعة الإنسان، نعم. والشهية التي تدفعه إلى تناول هذه المادة أيا كان نوعها هي اللي تزيد تعقد له ربما الأمور، نعم. دكتور ربما سؤال قبل ما نمر إلى المواصلة النقاش. السيد جمال يقول عندي آلام في المفاصل في الركبتين والكتفين، قمت بتحاليل كثيرة ونتيجتها جيدة حتى 27 HLB سليمة وجيدة، والفحوصات عند الأخصائيين يعني كانت جيدة، بماذا تنصحني؟ يعني كي تكون هناك آلام وفي نفس الوقت التحاليل كلها إيجابية وصحية. نعم. الحمد لله يعني الحمد لله أن التحاليل إيجابية، وليس في يعني نقول بالنسبة لي هي تحاليل سلبية ليس فيها مشاكل، لكن بالنسبة له يعني هي نتيجة إيجابية، نعم. نقول تحاليل سلبية ونتيجة إيجابية الحمد نعم. لله، وهذا أمر جيد جدا، وبالتالي يعني الحمد لله هذه العلامات الدالة على الالتهابات غير موجودة وهذا شيء طيب جدا. لكن هناك نوع من التهاب المفاصل يشار إليه أرثرالجيا. أرثرالجيا يعني هو هناك بعض ألم في المفاصل لكن لا يوجد التهاب ملحوظ، نعم. وتحاليل الدم تكون سلبية الحمد لله، فقد جسمه ينبهه يقول له يعني احذر يعني أو انتبه حتى لا يتطور الأمر إلى التهاب مفصلي مزمن، نعم. وأهم الأشياء التي يجب الانتباه إليها هو يعني الحركة في التمرينات الرياضية الخفيفة، نعم. أو النشاط المعتدل، والبعد عن الأطعمة التي تسبب الالتهابات، نعم. والإكثار من الأطعمة التي تساعد على تجنب الالتهابات. هذه الأطعمة أغلب هذه الأطعمة موجود في الخضروات وفي الفواكه الطازجة وفي الطعام الطبيعي غير المصنع، يعني الطعام غير
الذي لا يشترى في علب أو باكيجز، نعم فيه حافظات محفوظة. للأطعمة. نعم، إذن أذكر مشاهدينا أن موضوعنا اليوم هو العلاقة بين اضطرابات الجهاز الهضمي وكذا التهابات المفاصل المزمنة. دكتور، قبل قليل كنت شرحت كيف يمكن أن المواد الغير مهضومة تنتقل إلى المفاصل وتسبب التهابات، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ يعني العلاقة، الآن نتحدث عن علاقة اضطراب الجهاز الهضمي والتهابات المفاصل المزمنة. نعم، هذا أمر مهم جدا، وكل الأبحاث الطبية الحديثة تشير إليه. هذه أبحاث معتمدة، يعني أبحاث جيدة جدا يعني ومعتمدة، يعني ليست أبحاث هامشية، يعني تشير إلى أنه يعني الالتهاب في الأمعاء أو ارتشاح الأمعاء، نعم، له علاقة وطيدة جدا بالتهاب المفاصل. وإذا ما أردنا أن نعالج التهاب المفاصل يجب أن نعالج هذه المشكلة إذا وجدت هذه المشكلة. نعم، إذا كان هناك ارتشاح في الأمعاء، إذا كان فيه هناك التهابات في الجدار المبطن للمعدة، يجب أن يعالج هذا أولا حتى إن شاء الله يشفى المريض من التهابات المفاصل. كيف يحدث هذا؟ قلنا أنه يحدث بأكل الأطعمة التي تولد حساسية، وهذه الحساسية تولد أن يعني ينتج عن هذه الحساسية أن الجهاز المناعي يهاجم هذه الأطعمة. نعم، يعني يهاجمها ويهاجم، يبدأ أيضا الجهاز المناعي في مهاجمة أي يعني مكون في الجسم يشبه هذه الجزيئات. نعم، الجزيئات البروتينية. المشكلة الأساسية تأتي من أمرين، أن الطعام لا يهضم جيدا، يعني يجب أن يهضم الطعام جيدا، يمضغ جيدا ويهضم جيدا، ويجب التأكد من أن هناك حمض كافي في المعدة لهضم بعض الأطعمة مثل البروتينات. مثلا البروتينات يجب أن يكون حمض الهيدروكلوريك، الحمض الهيدروكلوريك في المعدة يجب أن يكون بكمية كافية. إذا لا يوجد هذا الحمض بكمية كافية لا نستطيع أن نهضم البروتينات. نعم، على سبيل المثال. وأحيانا كثيرة جدا يعني قد لا ينتبه بعض الأشخاص أن يعني أخذ مضادات للحموضة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة. نعم، يعني إذا ما كان هناك مشكلة أو نقص في هذا الحمض الهامض في الحمض الهاضم في المعدة، وأخذنا بروتون بامب انهيبيتورز مثلا، مضادات للحموضة بكثرة، نعم، يعني جبنا بها من الصيدلية وأخذناها بدون إشراف طبيب، تؤدي إلى مشكلة أكبر، وبالتالي تؤدي إلى أن الطعام لا يهضم جيدا، و إذا لم يهضم الطعام جيدا قد يؤدي إلى التهابات في جدار المعدة، الجدار الفاصل بين الدم والمعدة، وهذه الالتهابات تؤدي إلى تسرب بعض جزيئات الطعام غير المهضومة، وتسرب بعض البكتيريا الضارة إلى الدم، مما يؤدي إلى هذه المشاكل. جيد، هل يحدث الأمر مع الأطفال صغار السن؟ مثلا سيدة تقول أن ابنها يبلغ من العمر 3 سنوات، نعم، حين يخلد إلى النوم، يعني لما يستلقي في الليل يشتكي من آلام في الركبتين، تقول أنه لا يشرب الماء. نعم، هل للماء علاقة؟ هل للتغذية علاقة؟ أو هل لعملية الهضم علاقة؟ أو ما هي الأسباب ربما الخارجة، نعم، عن هذه الأسباب؟ يعني ألف سلامة لابننا العزيز، وإن شاء الله يعني الأطفال، أنا أطمن الأهل أن الأطفال يعني ما زالت أجسامهم تنمو وهم يتغلبون على كثير من هذه المشاكل مع الوقت. نعم، لكن مهم جدا طبعا التغذية، طبعا كل هذه الأشياء التي ذكرتيها مهمة جدا. نعم، شرب الماء مهم لسلامة الغضاريف، والتغذية السليمة مهمة جدا، لكن بما أنه طفل يجب أيضا التأكد من أن ليس هناك مشاكل أخرى، يعني حمى روماتيزمية أو ما إلى أو ما هي أعراضها يعني؟ يعني نحن نقول إذا ما كانت الشكوى مستمرة وكانت هناك أعراض يعني متكررة أو مظاهر مرئية تصحب مرئية، نعم، تصحب
هذه الشكوى مثل انتفاخ في يعني مفاصل. تورم في المفاصل أو احمرار، قد تكون عدوى بكتيرية مثلا أو احمرار أو سخونة في المفصل نفسه أو صعوبة جدا في الوقوف والمشي والحركة. نعم. يعني صعوبة غير طبيعية، يجب استشارة الطبيب مباشرة، لا يجب الانتظار يعني. نعم. إذا ما تكرر مثلا، إذا ما كان الطفل يعني عنده التهاب في اللوزتين. نعم. التهاب متكرر. نعم. جدا يعني يجب أن يكون هناك إشراف طبي حتى نتأكد أن هذا الأمر لا يتطور إلى حمى روماتيزمية يصيب القلب وبالتالي قد أيضا يسبب مشاكل التهابات أخرى في الجسم. جيد دكتور، بالنسبة كما قالت في نفس سياق السيدة، الطفل الذي لا يشرب الماء ويرفض شرب الماء، ما هي الطريقة ربما المثلى من أجل ربما هل الاعتماد على الفواكه أو مواد أخرى ربما فيها كما نقول الماء، لكن يبقى الماء كمادة ضرورية وهامة بالنسبة للجسم خاصة بالنسبة للأطفال. صحيح. شو هي الحيلة أو ربما كيف يمكن أن نجعل الطفل يشرب الماء؟ هناك حيل كثيرة، لكن أيضا يجب الانتباه إلى أن أغلب الماء الذي يحتاجه الجسم يأتي من الطعام ليس. نعم. من الشراب. نعم. فمهم جدا أن الأطعمة مثل الفواكه والخضروات فيها والشوربة فيها يعني كمية سوائل كبيرة جدا. ما هي المواد يعني الغذائية؟ نعود نذكره ربما المشاهد باش الأم ما تحيرش، ما تروحش. نعم. تحوس بعيد. نعم صحيح. نعطولها النصيحة مباشرة. صحيح. إذا الطفل يعني، لأن الماء ليس له طعم. نعم. الأطفال يعني أحيانا كثيرة جدا يرفضوا الماء لأنه يعني طعمه غير مشجع. نعم. وبالتالي أحيانا تقطيع الفواكه ووضعها في الماء فكرة جيدة، يعني ممكن تغسل الفواكه يعني غسيل جيد جدا، تقطعها مثل البرتقال أو التفاح أو المندرين أو ما إلى ذلك وتقطعه وتضعه في الماء ويشرب الطفل الماء فيكون flavored water. flavored يعني له طعم جيد. هل يمكن إضافة السكر؟ لأنه معروف أنه إذا كانت البرتقال حامضة فستسبب ربما، هل يمكن إضافة القليل من السكر أم يجب ترك الماء على طبيعته؟ والله إذا ما تقبل الطفل يعني هذا المشروب بدون أي سكر يكون أفضل. أفضل. إذا ما اضطررنا إلى يعني تحلية فالعسل أفضل من السكر. جيد. يعني العسل، لأن العسل فيه معادن وفيه فيتامينات وهو يعني أفضل للجسم من السكر الصناعي أو السكر المصنع. جيد. يعني الجميل أنه بدل أنه نحضروا له عصير برتقال نحضروا له عصير ماء بقليل من البرتقال. يعني ماء وتقطع فيه قطع. نعم. من شرائح. معروف أنها تطلق يعني فقط. نعم. جيد. لكن العصير، حتى العصير دون إضافة سكر جيد. جيد. أوكي. يعني. دكتور، يعني سيدة سيرين تقول عندي ألم كبير في ذراعي ولا أستطيع حتى تحريكه بسبب رقبتي. الألم في الكتف في الذراع ولا تستطيع التحريك بسبب الرقبة. نعم. أيضا هو يعني هناك أنواع من الألام يكون منشأها يعني منشأ الألم نفسه العمود الفقري. نعم. العمود. والعمود الفقري له يعني في مناطق مختلفة، منطقة الرقبة، منطقة الظهر والمنطقة القطنية أسفل الظهر. فأحيانا كثيرة جدا يكون هناك التهاب في الجذر العصب. نعم. الذي يخرج من يعني يخرج من هذا العمود الفقري نفسه، هناك فتحة في العمود الفقري تخرج منها الأعصاب الطرفية. نعم. إذا ما كان هناك التهاب، لأن هناك التهاب في المفصل أو لأن هناك ضغط زائد على هذا العصب، يعني قد يؤدي إلى هذه التنميل ووجع في يعني يكون خدلان وتنميل ووجع مع الحركة وما إلى ذلك. يجب أن يعالج منشأ الوجع نفسه. نعم. يعني هذا الالتهاب في جذر العصب يجب أن يعالج أولا، حتى وإن شاء الله بمجرد أن يعالج السبب يبطل يعني العجب. يبطل. نعم. تبطل كل هذه الأعراض. فعلا. كل فعلا. هذه الأعراض. سؤال آخر دكتور، هل يتسبب قصور الغدة الدرقية في ألم المفاصل؟ السيدة مريم تسأل.
هذا سؤال هذا سؤال جيد جدا، لأن هناك يعني أمراض عديدة من أمراض الغدة الدرقية. نعم. هاشيموتوز مثلا، هاشيموتوز يعني هناك أمراض مناعية تؤدي إلى ضمور أو تؤدي إلى بطء في وظائف الغدة الدرقية. نعم. وإذا ما نتج بطء، هايبوثايرويديزم نقول، هايبوثايرويديزم، إذا ما يعني هذا الالتهاب أدى إلى بطء في هذه الوظائف، ينتج عنها مشاكل كثيرة جدا. من ضمن هذه المشاكل زيادة الوزن، السمنة، والتعب والإرهاق الشديد، وآلام قد يكون من ضمن هذه الآلام ربما آلام في المفاصل، وعدم التركيز، عدم القدرة على التركيز، يكون هناك صعوبة في التركيز، والحافظة، حافظة الإنسان أو الذاكرة تقل، يعني يكون هناك صعوبة في حفظ الكلام أو في تذكر الكلام، ويكون هناك أيضا صعوبة في النوم، اضطرابات في النوم. نعم. فإذا ما يعني كانت هناك يعني هذه مشاكل مصحوبة، نعم قد يؤدي الالتهاب المزمن في الغدة الدرقية وهبوط في وظائف الغدة الدرقية إلى مشاكل عديدة، من ضمن هذه المشاكل تكون آلام مصحوبة. فللتغلب على هذه المشاكل يجب علاج هذا السبب، علاج الغدة الدرقية نفسها، وهذا يعني يجب الذهاب إلى متخصص في أمراض الغدة الدرقية. جيد. أيضا سيدة أخرى تقول، عندما أنهض باكرا قدماي يؤلمانني وكأنهما كهرباء، السبب من فضلك؟ يعني حين تستيقظ وتضع قدماها على الأرض ربما يؤلمانها، قلت لك وكأنها شرارة كهرباء. نعم. إذا ما تكرر هذا يعني إذا ما كان هذا الأمر متكرر كل يوم، فيعني قد يعني يشير إلى أن هناك مشاكل في الأعصاب الطرفية. نعم. الناتج عن زيادة السكر. نعم. لكن على أي الأحوال هناك بعض يعني أمراض المفاصل أو التهابات المفاصل. نعم. تنشأ عن يعني نقول زيادة في بعض الأحماض مثل اليوريك أسيد. يعني في هناك نوع جاوت أرثرايتس يسمونه مرض الملوك ربما، لأنه ينتج عن زيادة اليوريك أسيد، حمض. نعم. اليوريك في الجسم، لكن هذا غالبا ما يصاب به يعني إصبع القدم الكبير. فإذا ما كان هناك ألم في إصبع القدم الكبير، الإصبع الكبير، وقد يصيب يعني أيضا مفاصل أخرى، مصاحب بآلام في مشط القدم نفسه، ربما يكون بسبب زيادة حمض اليوريك. لكن إذا ما كان الألم فقط هو في بطن القدم. نعم. فقط، مصاحب بتنميل ومصاحب بوغز، وغز مثل وغز الإبرة. نعم. قد يكون يعني هناك مشاكل في الأعصاب الطرفية. إذا ما كان هذا الألم يعني مصحوب يعني كل يوم في الصباح الباكر يعني ألم في القدم مع بعض آلام في المفاصل الأخرى، مفصل الركبة أو مفصل القدم نفسه، قد يكون يعني خشونة في هذه المفاصل ناتجة عن يعني ربما يكون هناك زيادة في الوزن، ربما يكون هناك أيضا بعض المشاكل الأخرى مثل التي تؤدي إلى التهابات المفاصل. فأنا باختصار شديد أنا أقول أن تكتب هذه الملاحظات في ورقة، ما هي طبيعة الألم ذاته، طبيعة الألم، مكان موضع الألم نفسه. إذا ما كان الألم متكرر أو غير متكرر، لأنه نعم. إذا كان ألم يعني مرة كل أسبوعين أو مرة كل شهر يعني ما في مشكلة، لكن ألم متكرر نعم. هذا يجب الانتباه له يعني. جيد. إن شاء الله. جيد. دكتور، فيه سؤال آخر، ربيعي بالخير يقول لك، ما هو الغذاء الجيد لأصحاب الأمراض المزمنة؟ نعم، جميل جدا. الغذاء الجيد يعني التغلب على الأمراض المزمنة هو الغذاء المتوازن الذي يضمن للجسم توفر العناصر الغذائية الأساسية مع الفيتامينات والمعادن اللازمة لعمل الجسم. نعم. وهذا
يعني هذا يأتي من يعني كما قلنا الخضروات والفواكه الموسمية الطازجة، أكل الفواكه الموسمية الطازجة مهم جدا. وأيضا يجب يعني التأكد أن هناك مصادر يعني مصادر للبروتينات، يعني نحن والأحماض أو الأحماض الدهنية اللازمة لعمل الجسم. فأنا أقول مثلا إذا ما كان هناك شخص عنده مشاكل مع نوع معين من اللحوم، مع اللحمة الحمراء مثلا أو مع الأسماك القشرية الجمبري، هناك مصادر أخرى للبروتينات جيدة مثل الدجاج، نعم، مثل الأسماك السلمون مثلا أو الأسماك غير القشرية. إذا كان عنده مشاكل مع البيض مثلا، يعني كلما أكل بيض يعني حدثت له مشاكل، هناك مصادر أخرى للبروتينات يعني غير النوع الذي ينتج عنه هذه المشاكل. فأنا أقول أنا بالنسبة لي ما أكله أنا أتأكد أن هناك طبق سلطة يعني مكون من أنواع مختلفة جدا من الخضروات، يعني نعم. رينبو أو قوس قزح، يعني قوس قزح. نعم، أتأكد أنني أشرب الشوربة، شوربة على سبيل المثال شوربة عظام البقر أو حتى يعني شوربة الدجاج، شوربة عظام البقر، لحم بالعظم، يعني إذا ما سوى شوربة أو عمل شوربة يكون فيها العظم، لأن هذه الشوربة فيها فوائد عظيمة جدا للجسم وفيها معادن وفيها يعني أملاح العظام عندها أهمية كبيرة ربما أيضا. نعم، لأنه هذه شوربة عظام البقر على سبيل المثال فيها كوندرويتين وفيها يعني أحماض مهمة جدا لسلامة المفاصل. جيد. وفيها هيالورونيك أسيد، يعني فيها أحماض مهمة جدا جدا للغضاريف ولسلام، وهي أيضا تساعد على التئام الأمعاء التي فيها مشاكل، يعني من ضمن الأطعمة التي تساعد على علاج ارتشاح الأمعاء هذه الشوربة يعني. جيد. وشرب الماء. جيد. دكتور، سؤال آخر، سيدة تقول عندي تنمل في طرف الإصبع مع شحن كهربائية. نعم. حقيقة شحن كهربائية أيضا موضوع حين نلامس أبواب السيارات، حين نقبل بعض الأشخاص يعني أيضا. نعم. هي تتحدث على التنمل في طرف الإصبع. نعم. وشحن الكهربائية. نعم، هذا التنميل في أطراف الأصابع يعني يشير إلى أن هناك مشكلة في العصب المغذي لهذه المنطقة، فيجب التأكد. يعني أنا أقول إذا ما كانت المشكلة متكررة أو المشكلة يعني موجودة كل يوم، يعني أنا أنصح باستشارة طبيب متخصص في الأعصاب. نعم. لكن أيضا مهم جدا كما قلنا بعض الأمور، من هذه الأمور التغذية السليمة والبعد عن الأطعمة التي فيها يعني تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا، يعني فيها يعني سموم. هذه الأطعمة التي فيها سموم للجسم يعني نقول يعني الأطعمة المصحوبة بزيادة كبيرة جدا في كمية السكر، الأطعمة المعلبة. نعم. كل هذه الأطعمة المشروبات الغازية فيها كمية كبيرة جدا من الصوديوم، وأيضا تساعد يعني هذه الزيادة من شرب هذه المشروبات الغازية يؤدي إلى يعني إهدار كثير جدا من المعادن مثل المغنيسيوم مثلا، وكثير من المعادن لا تهضم في المعدة. وأيضا المقليات الكثيرة غير مفيدة جدا، يعني المقليات الكثيرة يعني أيضا يجب الابتعاد عنها. والرياضة، لأن يعني الأبحاث الجديدة تشير إلى أن التمرينات من الأشياء يعني هي مضادة للالتهابات. نعم. أنا يعني عندما كنت طالب صغير يعني أدرس في الجامعة منذ سنوات بعيدة، يعني هذه المعلومات لم تكن متوفرة لدينا، يعني لم نكن نعلم أن الاكسرسايز از انتي انفلاماتوري، أن التمرينات المعتدلة المتوسطة هي من ضمن مضادات الالتهابات. نعم. سبحان الله. يعني وتنشيط الدورة الدموية وشرب الماء وما إلى ذلك.
لكن بما أنه هناك تنميل في أطراف الأصابع فيعني يجب التأكد من أن يعني ليست هناك مشاكل أخرى ناتجة عن زيادة في السكر وناتجة عن التهاب في الأعصاب. جيد دكتور، وبالنسبة للأشخاص اللي عندهم شحنات كهربائية، ما علاقته بالقلق أو ستريس؟ هذا القلق للأسف الشديد هو مرض العصر. نعم، يعني الضغوطات الاجتماعية والنفسية وتوقعات المجتمع، المجتمع يتوقع يعني أن يؤدي الأشخاص بشكل معين أو نعم. هذه الأشياء يعني هذه الضغوطات للأسف الشديد تؤدي إلى زيادة نسبة الكورتيزول في الدم. وزيادة نسبة الكورتيزول في الدم الكبيرة تؤدي إلى زيادة الالتهابات. هذا يعني من جهة نعم المزمن يعني التوتر العصبي المزمن يؤدي إلى زيادة الالتهابات. أخطر من ذلك التوتر العصبي المزمن اللي هو chronic stress يؤدي إلى أيضا مشاكل في أو اضطرابات في الجهاز الهضمي، يعني يؤدي إلى مما يؤدي إلى ارتشاح الأمعاء ومما يؤدي إلى أيضا أمراض مناعية لأنه يضعف الجهاز المناعي. نعم. يعني نحن نقول أن يعني ليست ترفا أن يأخذ الشخص بعض الوقت لعمل الأشياء التي تريحه عصبيا. نعم. يعني هذا ليس من الترف، هذا من العناية بالضروريات العصرية. نعم. أن يأخذ الإنسان يقتطع بعض الوقت، ربما 10 دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة، يعني يعمل فيها أشياء تريحه عصبيا، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. نعم. ربما بعض الناس يقرؤون قرآن أو يقرؤون في العبادة بعض الناس يقرؤون قراءات يعني فيكشن، يعني الخيال يعني قراءات الخيال تريح يعني تريح الدماغ وتبعدهم عن هناك من يقرأ الشعر أدب، هناك من يقرأ الشعر أدب، السماع إلى الموسيقى، الرياضة، التحدث إلى صديق. نعم. إلى صديق صدوق، يعني صديق يستمع إليك بصدر رحب، مش يزيد يمرضك يوم آخر. بالضبط. فعلا دكتور، سؤال آخر تقول والدتي قدمها باردتان، أو سيد يقول عبد القادر والدتي قدمها باردتان حتى في فصل الصيف ولا تمشي إلا بصعوبة، ما سبب هذا من فضلكم؟ قد يكون هناك مشكلة في الدورة الدموية الطرفية. نعم. الدورة الدموية الطرفية يعني اللي هو الشرايين والأوردة التي تغذي القدم. نعم. قد يكون فيها مشاكل، قد يكون فيها ضيق أو يكون في هناك بطء في هذه الدورة، فيعني يجب التأكد من أن يعني إن شاء الله إذا يعني التغلب على هذا الأمر إن شاء الله من إذا عرف السبب سهل العلاج. نعم. نعم. سهل العلاج جدا. لكن أنا يعني بما يعني أنها سيدة ربما يعني متقدمة بعض الشيء في السن، فربما يكون هناك مشاكل في الدورة الدموية الطرفية، وينصح بزيارة طبيب مختص في هذه الأمور. لكن أيضا الحركة والطعام الجيد، يعني الحركة المتوسطة والطعام الجيد والبعد عن الأطعمة التي تؤدي إلى مشاكل في الدورة الدموية، وأيضا راحة البال، يعني عمل بعض الأشياء التي تساعد على الاسترخاء. نعم. كلها هذه أشياء والتقليل مهمة. من التفكير، ربما هي سيدة أكيد ربما تفكر في أولادها، فسيد عبد القادر قولوا له طمن والدتك، يعني ما تتقلقش عليكم، وكما قلت هي راحة نفسية وغيرها، يعني هو جو، هو يعني فضاء لازم أن يتوفر على جميع دكتور. صحيح. يعني حتى مش فقط الكبار في السن، حتى الشباب الشابات ربما أيضا اللي يرتدي الجورب ربما معظم فصل الشتاء لأنه يشعر ببرودة قاسية في اليدين والرجلين، يعني ربما مقارنة ببعض الأشخاص ومقارنة بالجو اللي ما يكونش يعني بارد لدرجة كبيرة. نعم. ما سبب ذلك؟ هل هو خلل أيضا في الدورة الدموية؟ نعم، هو يعني إذا ما كان الجو بارد فهذا يعني سبب طبيعي للبس الجورب وتدفئة القدمين،
لكن أحيانا يكون خلل في الدورة الدموية الطرفية، ويكون أيضا بسبب الكسل، يعني الإنسان غير نشيط. نعم. إذا ما كسل الإنسان يعني ونحن جالسين برودت الأطراف. لماذا؟ لأن وأنا جالس هكذا أنا لا أتحرك، وبالتالي عضلاتي لا تضخ الدم، لا تساعد على ضخ الدم لهذه الأطراف. جيد. فإذا ما تحركت بعمل الرياضة والتمشية الخفيفة هذا يساعد في تحسين الدورة الدموية. جيد. السيدة لوجين تقول عندي الكولون، ما هو علاجه؟ أكيد سنخصص حلقة خاصة للكولون. نعم. لأنه ما راحيش العصبي ما راحيش نجاوبين عليه في السؤال فقط. نعم. ولكن كالتفصيل بقي وفي البرنامج الشروق مورنينج. السيدة زهرة تقول أشعر دائما بالتوتر والقلق. نعم. ما يجعلني لا أتناول سوى وجبة واحدة. نعم. لأنني لا أشعر بالجوع. نعم. فهل هذا يؤثر على الجهاز الهضمي؟ هذا يؤثر على الجسم كله، لأن وجبة واحدة في اليوم لا تكفي لإمداد الجسد بالعناصر الغذائية، وحتى على الأعصاب وعلى يعني الدماغ. حلقة مفرغة، هي حركة مفرغة. يعني أنا أنصحها إذا ما كان عندها الشهية غير متوفرة، فإن شاء الله الحركة، زيادة الحركة، التمشية والتمرينات الرياضية تساعد من تنشيط الشهية. نعم. لكن أيضا مهم جدا إذا ما كانت تأكل وجبة أو وجبتان أن تكون هذه الوجبة أو الوجبتان غنية بالعناصر الغذائية المهمة، يعني فيها بروتينات وفيها دهون اللي هي الفاتي أسيدز، يعني الدهون التي يحتاجها الجسم ويحتاجها الدماغ. نعم. مثل أوميغا 3 فاتي أسيدز مثلا. أوميغا 3 فاتي أسيدز هذه تأتي من الأسماك، موجودة في المكسرات، موجودة أيضا في الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية بشكل معتدل. نعم. فأنا يعني أنا أقول أن أحيانا كثيرة جدا النقص في بعض العناصر الغذائية يؤدي من زيادة التوتر، ويؤدي أيضا من المشاكل النفسية والمزاجية. نعم. اضطرابات المزاجية. نعم. يعني مثلا النقص في فيتامين بي 12 يعني الموجود في اللحوم الحمراء والموجود في يعني هذه الأشياء، إذا ما كان هناك نقص زائد، نقص في الدهون، بعض الدهون اللازمة لعمل الجهاز العصبي، زائد يكون هناك نقص في معادن ونقص في فيتامينات مهمة جدا مثل فيتامين دال على سبيل المثال. نعم. هذا يؤدي إلى تفاقم المشكلة. جيد. ودكتور، معروف أنه نقص في الأكل يسبب اكتئاب، وأحيانا. نعم. حين نشعر بالحزن أو كذا ربما تناول وجبات التي نحبها تشبع الجسد وحتى الحالة النفسية للشخص. سؤال آخر، يعني السيدة تصر، عفوا لم أرى سؤالها. نعم. كانت قالت أنه الغدة أين السؤال، غدة الزعترية هل تؤثر على العضلات؟ نعم. هو اضطراب في الغدد الصماء قد يؤدي إلى مشاكل في الهرمونات، وعدم توازن الهرمونات يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. يعني فإذا ما كان هناك، يعني إذا ما كان من المعلوم أن هناك اضطراب في أي غدة، الغدة الدرقية، الغدة الصنوبرية، الغدة الكظرية، يجب يعني علاج هذه المشكلة، لأن إذا لم تعالج هذه المشكلة تؤدي إلى مشاكل أكثر. نعم. على المدى البعيد. دكتور، سؤال بسرعة، تقول هذا مهم لأنه مصاب بالسكري، داء السكري. السيد يقول عندي ألم في مفاصل اليدين، ما هو السبب؟ بالإضافة أنه مصاب بداء السكري نوع 2. نعم. بعجالة، لأنه ما بقناش الوقت. بعجالة كبيرة جدا، إذا ما كان هناك مرض السكري يجب التأكد من ضبط نسبة السكر في الدم والبعد عن الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة السكر في الدم. نعم. ومع عمل الرياض. آلام مفاصل اليدين غالبا ما تكون آلام روماتيزمية. نعم. هي تكون آلام روماتيزمية، فمن المهم جدا يعني أخذ العلاج، التشخيص المناسب أولا، أخذ العلاج المناسب، و
النظام الغذائي اللي هو ما نقول عنه anti-inflammatory diet. نعم. anti-inflammatory diet هي الأطعمة التي تساعد على علاج الالتهاب والبعد عن الأطعمة التي تسبب الالتهابات. نعم. وأيضا أنا أريد أن أركز على هذه النقطة بشكل كبير لأنها مهمة جدا. الضغط العصبي المستمر والتوترات العصبية تؤدي إلى زيادة الالتهابات بما فيها التهابات المفاصل. فيجب البحث عن أمور تساعد من التقليل من هذا الضغط العصبي، سواء بعلاجات معينة أو أخذ وقت للاسترخاء والبعد عن هذه المشاكل. جيد. دكتور، إذا محمود المهندس، دكتور في الطب واستشاري في التغذية العلاجية، أشكرك كثيرا باسمي وباسم كل المشاهدين ومن تفاعل معنا من خلال طرح أسئلته. كاين فيه الكثير من الأسئلة، لا غالب ما بقناش الوقت، 8 صباحا ونحن نحترم الوقت، الزميل ناصر هو هنا. إذا دكتور أشكرك، يومك طيب. أنا سعيد جدا بتواجدي معكم، ويوم سعيد للجميع إن شاء الله، وإن شاء الله بالشفاء والصحة الجيدة للجميع إن شاء الله. ناصر، صباح الخير. مجددا أهلا بك. نتمنى الشفاء لكل المرضى بهذه الأمراض اللي تحدث عليها الدكتور.